تعاون بناء ومثمر قائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جاء من خلال سن القوانين وطرح المقترحات من جانب النواب والشوريين، لا سيما في الفصل التشريعي الرابع، وعبر تعاطي الجانب الآخر المتمثل في وزارات الدولة لتلك الموضوعات بجدية، ومنها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة. تأكيدا لما جاء في برنامج عمل الحكومة، فقد حمل الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى متابعة حثيثة لتلك الرؤى التي حملتها على عاتقها مختلف وزارات المملكة، منها وزارة الصحة وقبلها المجلس الأعلى للصحة، التي أنتجت ثمارا عدة في المجال الصحي، لا سيما فيما يخص قانون الضمان الصحي. مجلس النواب الحقيقة ما قصروا، اللجنة اللي كانت لجنة الخدمات الحقيقة كانوا يعني متعاونين، وقعدنا معهم اجتماعات كثيرة وشرحنا لهم الموضوع نسبيا فيه كثير من الأشياء اللي هي فنية، لكن أبدوا تفهم كبير ودرسوا دراسة ممحصة في الموضوع، والحمد لله يعني كان في النهاية يعني تفاعلهم إيجابي في الموضوع، إلى أن وصلنا إلى نهاية في التصويت الأخير على النظام، فأقروا النظام، ومن بعد طبعا راح إلى مجلس الشورى، ومجلس الشورى بعد ما قصروا، بعد في فترة نسبيا قصيرة جدا بعد ناقشناهم وأقروا المشروع، مشروع القانون، وطبعا أخذ مجراه إلى أن صدق من جلالة الملك. ويعد الضمان الصحي محورا مهما ذا أبعاد مجتمعية واقتصادية. الضمان الصحي أصبح يعني أكثر دول العالم تطبق هالنوع من النظام اللي هو يسمونه Universal Health Coverage، أو يعني الضمان الشامل للصحة، لأن الصحة الحقيقة أصبحت الآن مكلفة، وأصبحت أن الواحد يعني لازم يكون في عنده إذا كان تعرض لمرض يعني صعب تكلفة مالته بتكون كبيرة، لذلك لازم يكون في نوع من التكاتف بين يعني الناس والحكومة في تطبيق الضمان، وهذه الحقيقة معناته أنه تخفف العبء على المرضى في حالة إصابتهم بأمراض شديدة. ما تمخض من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر أدوار الانعقاد الأربعة الأخيرة جاء بقوانين عدة تخدم الوطن والمواطن. أصدرنا إحنا كوزارة صحة تقرير، ويضم هذا التقرير أيضا كل الجوانب والتنسيق الذي تم مع السلطة التشريعية، سواء كان من برنامج عمل الحكومة أو من مثل ما ذكرت الأسئلة أو الاقتراحات برغبة. يبين هذا التقرير الجهود اللي تم بذلها بين الجانبين، بيننا وبين مجلس النواب بالتحديد، في تحقيق برنامج عمل الحكومة. هناك تعاون مثمر صراحة مع السلطة التشريعية، سواء كان المجلس الشورى ومجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين. والحمد لله نحن يعني في هذه الفترة صدر قانونين، وأهم قانون هو قانون الضمان الصحي، والقانون الثاني قانون الصحة العامة، بالإضافة إلى الموضوعات والأسئلة التي كانت تطرح وعلى وزارة الصحة، وأيضا الاقتراحات برغبة كانت كلها بمثابة نوع من التقييم لعمل وزارة الصحة. مسؤول الصحة في مملكة البحرين لا يألون جهدا في تطوير المجال الصحي، فجميع الجهود تتكاتف من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتناسب مع مكانتها عالمياً.